مشاهدينا الكرام، وهسه اجى وقت نبدأ بموضوعنا المهم لليوم، واللي راح يكون عن كيفية مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا بنفس الوقت انتشار زرع الأطراف للي دا يحتاجوا. أكيد راح تكون ويانا ضيفة الدكتورة مهابات نقشبندي، الحاصلة على بورد عربي في مجال الأشعة التشخيصية ومديرة مركز كردستان للتأهيل والعلاج الطبيعي. اهلا وسهلا بيك، شرفتينا بنسمة زاغروس. اهلا وسهلا، صباح الخير. اهلا بيك. بالبدايه خلينا نتكلم على الفرق اللي موجوده بهذه الجمله، مثلا احنا نقول ذوي الاحتياجات الخاصه وذوي الاعاقه. نعم. شنو هو الفرق بين الاثنين؟ بالبدايه هل اكو مصطلح جديد مثلا احنا ما نعرفه؟ نعم. بالبدايه صباح الخير على الكل. مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصه ومصطلح ذوي الاعاقه، اكو فرق كبير بين مصطلحين. مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة مصطلح شامل، يعني تشمل ممكن نقول جميع الفئات، حتى ضمنها الناس الطبيعيين. مثلا أنا وأنت نتكلم الآن بالعربية، بس في الوقت الحاضر إذا أنا ما كنت أعرف العربي ممكن أحتاج واحد يترجمني، فأنا صرت ذوي يعني احتياج أكون نقص بالموضوع. خاص. نعم. أما بالنسبة لذوي الإعاقة، نحكي عن الفئة الذين لا يستطيعون ممارسة حياتهم الطبيعية بسبب عائق، هذا العائق قد يكون جسدي، حسي، عقلي أو أي شيء آخر. طيب شنو الفرق بين المراحل الموجودة الأولى والثانية، وشنو هو أصلا أنواع الإعاقة الموجودة غير اللي احنا حكينا عليه؟ طبعا من نحكي عن ذوي الإعاقة، وأكو كلام أحب استفسرها خارج النطاق العلمي لو إيه. تسمحين. طبعا ذوي الاحتياجات الخاصه شو وقت قرروا نسميه ذوي الاعاقه ذوي الاحتياجات الخاصه؟ من حسوا انه احنا من نحكي انه ذوي الاعاقه شويه، خلي بالعراق نقول صعب على القلب، بس من تقولين ذوي الاحتياجات الخاصه يكون اخف. يو ويل نوت، يعني ما راح تجرحين المقابل المشاعر، ايه ما خلي المقابل يحس بهذا النقص اللي عنده. نعم. اما بالنسبه لذوي الاعاقه فعندنا مراحل. المراحل احنا نسميها الشديده والمتوسطه والبسيطه. فالمرحله الاولى اللي تكون الابسولوت يعني الصعب مثل ما يقولون، يشمل الشلل الدماغي، ضمور العضلي، ومثلا تيبس المفاصل المتعدده في الجسم. اما المرحله الثانيه تكون يعني اقل شده، يعني ان الناس يعني يلاقي صعوبه في ممارسة الحياة الطبيعي، ولكن بالمساعدة يستطيع فعلها. أما الدرجة الثالثة اللي إحنا نسميها البسيطة، البسيطة إنه واحد يواجه صعوبة في ممارسة الحياة الطبيعية ولكن لا يحتاج للمساعدة لفعلها. مثلا واحد عنده شلل طرفي، يعني مثلا تحس رجله اقل من يعني اقصر من الثاني، يمشي ما يحتاج انها تمسكين اي تنطي مساعده، وهذا من الدرجه الثالثه والبسيطه. يعني احنا هنا هم نقدر نسميهم ذوي الهمم بنفس الوقت. ايه؟ طبعا. طيب بالتعليم، اذا نتكلم عن التعليم، يعني عادي الناس الطبيعيه يروحون وما عندهم اشكال، بس هذول اللي عندهم اعاقه او ذوي احتياجات خاصه او ذوي الهمم، يعني اكو اسامي هوايه نقدر نقولها، شلون يتعاملون وياهم؟ يعني التعامل وياهم شلون؟ طبعا اكو مصطلح اسمه الدمج التربوي. الدمج التربوي اللي هم وصلوا نتيجه طبعا خلال الابحاث والهاي الكثيره، يعني هذا مو نتيجه يوم ويومين. استنتجنا انه دمج هذه الفئه من الاطفال او من الناس مع العاميه، يعني طبعا اكو درجات تقدرين تجمعيهم ويا النورمال الطبيعي، الاطفال الطبيعيه، واصلا اكو بيهم درجات ذكاء ممكن تستغلين هاي النقطه. خاصه يعني انه احنا قبل فتره شفنا يعني حملات من قبل منظمات معينه، يعني صحيح. حتى لا يكون هناك فروقات بين الانسان العادي والانسان بالاحتياج الخاص. المفروض ابدا ما يكون اي فروقات، لان هم ناس طبيعيين اصلا، يمكن احسن هم منا. هو يعني الاذكياء يطلع منهم. مو هذا اللي كنت اريد اقوله، يعني سبحان الله، الله لما ياخذ منك شغله ينطيك غير شغله، يعوضك بيه. هو الدنيا ميزان. صحيح. الاطراف الصناعيه للاشخاص اللي يحتاجوها، يعني اكو رجل اكو رجلين اكو ايد اكو ايدين، انتم تعرفين. احنا هنا باقليم كردستان وين ما واصلين بهذه المرحله؟ يعني احنا وين واصلين؟
كعلميا الحمد لله احنا مواكبين يعني الدول المتقدمه الحمد لله، وحققنا نجاح بهذا الموضوع والحمد لله. الناس يعني المتضررين اللي صار عندهم بتر له من الحروب ومن صح. الالغام ومن هذا يعني بتفوقيه بدنا نزرع لهم الاطراف الصناعيه ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي. اكو هذه الحاله بكثره؟ اي طبعا. يعني ما شاء الله التطور والتكنولوجيا يعني شوف التقدم هواي بالدول، واحنا همينا ما ناقصنا شيء مثل ما تقولين يعني الحمد لله التطور اللي عندنا نقدر انه نوصل لهم واكثر همينا. الحمد لله. زين الاستوعاب عندهم شلون يعني يستجيبون لهذا الشيء؟ مثلا شغله غريبه بالجسم ايه شلون صحيح. يتصرفون وياها؟ طبعا زرع الأطراف الصناعية مو مرحلة واحدة رأسا، يعني لازم بالأول تستلم المصاب، احنا ما راح نقول المريض لأنه ما عنده مرض وإنما عنده نقص في مكان معين من الجسم. بالأول راح تستلمين الشخص وتعودين على قدرة التحمل بالعلاج الطبيعي، تزيدين التحمل حتى اكو علاجات تنفسيه يعني شغله مرحله. وثاني شيء طبعا اكيد اكو اطباء مختصين بهذا المجال يحاولون يقوون العضلات اللي راح تستند عليها الاطراف الصناعيه. هاي المرحله الثانيه. يعني اللياقه مهمه هنا طبعا. هو هذا اللي انا دا اقول التحمل، لانه اي شيء غريب بالجسم من الاول اكيد ما راح تستحمليها انت. فورا ما نركب الطرف بالأول نعود على التوازن وبعدين الحركة كيف يتحرك على الستيب وعلى الدرج وهذا، وبعدين يمشي ويتحرك. بس ما نبداك الصعب، يعني المريض خلال أسبوع يتعود على الطرف جيد، مثل الواحد لما يسوي عملية كبرى وورا أسبوع شلون ما تقولين يتعود على الشغلة. طيب يعني تصنيفات الأطراف الصناعية المتفق عليها عالميا وإحنا هم ندنا نمشي عليها صحيح. طبعا حسب المكان عندك الطرف العلوي والطرف السفلي هذا، وبالنسبة للفترة فترات زمنية طبعا العمر هم يختلف. إذا كان مرحلة النمو إحنا نسميه الستامب. الستامب الحجم يختلف، لازم كل ورث يعني تتابعين المريض خاصة في دور النمو. وإنما هذول الكبار بالعمر ما عندهم ذاك المشكلة، يعني أكو يعني يستمر وياهم ودائما لازم يراجعون. وبالنسبة للطرف هم عندك أنواع، عندك الثابت الما متحرك إنه هو التجميلي نسميه، وعندك المتحرك. المتحرك نوعين، عندك الهيدروليكي والنورمال ون، وحسب حاجة المريض إلى يعني أول شيء لازم النفسية يتقبلها وثانيا الوظيفة. مرات أكو عداء يعني يلعب طبعا، النفسية هم كلش مهمة طبعًا. الواحد يتعود على شغلة ما كان هيك يعني حتى لا يحس بنقص شلون ما تقولين، والشغلة يعني يكون بروفيشنال، هو أصلا ما يحس إنه هذا شغلة اصطناعية بجسمه اصلا. اذا ما يشيله مثل هذا التقرير اذا ما يشيله ما راح تبين ولا تحسين. صحيح الحمد لله. طيب خلينا نتكلم على الدور المجتمع بالتعامل ويا الفئه هذه ذوي الاحتياجات الخاصه ولما تزرعين لهم اطراف صناعيه مثلا. يعني نتكلم على الصعيد الفردي والمجتمعي بشكل عام، شلون تشوفين دور المجتمع؟ يعني أجين خان أنا أحب أوضح الشيء، الدور المجتمعي يبدأ من الأسرة قبل ما نروح خطوة أكبر. يعني أحب أوضح نقطة أنه مساعدة الأسرة للشخص أهم من مساعدتي له. أكيد. أوكي. ونظرة المجتمع نظرة المجتمع إن شاء الله، لأن إحنا منها يعني بدينا هاي الدورات التوعية والهذا، إن شاء الله يجي فترة ويتغير، يشوف إن من تشوفين واحد ويا الطرف عادي يصير عندك، يعني ما تباوعين عليه على أساس عنده نقص وهذا. لا، المجتمع له دور كثير مهم، لأن العنصر الرئيسي لنجاح هذا البروسيس هو نفسية المريض. فشقد ما إحنا نحاول المريض يعتبر روحه إنه هو شخص طبيعي، شقد ما يكون نجاح الموضوع. وخاصة ما شاء الله إحنا عايشين بمجتمع ما يعجبهم العجب إنه أنتي ما عندك عيب ويطلعون بيج عيب، إنه إذا عندك عيب شلون؟ فلازم الواحد يتعود. يعني أجن خان صادفت مرضى هوايا وصراحة بيهم كلش النفسية مالتهم كلش عالية وحلوة، ويستجيبين يعني تشوفين النجاح بيها بيومين والمريض الاستجابة زينة. الاستجابة حلوة.
طيب احنا حكينا على دور المجتمع واللي هو كلش مهم، نحكي على دور الحكومه همين بنفس الوقت، حكومه الاقليم يعني شلون ساهمت ودعمت هذا الشيء، المسانده من قبلهم شلون؟ والله انا احكي من خلينا نقول من طرف من هذا الموضوع. الحمد لله احنا من الناس المحظوظين لانه اقليم ما مقصر ويا هذا الفئة، يعني حتى عندهم تعامل خاص وتنسيقات داخل المركز، و يعني مثل ما يقولون completely supportive. طيب دكتور على الصعيد المادي والمعنوي جيد، يعني لازم هو يكون دور الحكومة همينة مهم بهذا الشيء. طيب أنتوا اجت ببالي شغله، انه يجي لكم حالات شلل ويجي لكم حالات الاطراف عندها ناقصه، شلون ما تقولين اياهم من عندهم، احنا عندنا بكثره هنا باقليم كردستان يعني يجيكم، وياهو الاصعب تشوفيها؟ والله لو تقارنين الشلل ويا الاطراف، مو صراحه الطرف انا دا اتعامل ويا فئه اصلا متضرره من الحروب، يعني أو مرض مثلا بالضبط، لا لا هو الحروب والانفجارات أكثر شيء جماعة الأطراف الصناعية اللي ديجون يمنا، بس بالنسبة أكيد التعامل ويا الشلل أصعب. يعني الشلل أصعب أكيد، لأنه جماعة البتر العقليا هو وظيفيا جسمه مضبوط، بس عنده طرف ناقص، بس هذاك لازم إحنا نشتغل على البرين على المخ واستجابة الجسم، وكأنه الواحد ولدان من جديد وتجين أنت تربيه وتكبريه لحد ما توصل. لا أكيد الشلل أصعب. طيب خلينا نتكلم على الأجهزة التعويضية حتى لا أغلط بها، والأجهزة المساعدة، يعني الفروقات بين استعمال العكازات والأطراف اللي أنتوا تخلوها للشخص اللي يحتاج له. تمام. إذا توضحين أكثر مثلا. خلينا نوضح الموضوع. الأجهزة التعويضية من اسمها يعني يعوض عن شيء مفقود. صح. يعني احنا والاجهزه التعويضيه نوعين، عندك الاطراف الصناعيه والتقويميه، يعني مو بس الاطراف الصناعيه، عندك الاجهزه التقويميه. وبالنسبه للاجهزه المساعده مو الا الاطراف، خلينا نحكي على واحد ما عنده مثلا بصره ضعيف، بس تلبسين النظاره هذا مساعده، يعني او تسوين ليزر تنطيب ايده عكازه هاي مساعده، فاكو فرق، بس اي شيء داخل الجسم تخليها هذا يصير تعويضي، يعني هذا اللي نسميه طعم. يعني حتى العمليات مثلا الكسور تخلين ببلاتينيوم داخل العظم، هذا التعويض يعوض عن العظم الناقص، مو بس الأطراف الصناعية. طيب احنا دوما ما دكتورة مهابات يعني نتكلم على مساعدة ذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة، زين الأشخاص العاديين هنا لما يحتاجون مساعدة شلون راح يكون التعامل وياهم؟ ما راح نساعد. ما لهم بخط هذا الشيء. اكيد اكيد حبيبي الكل، يعني اي واحد من يكون عنده مساعده يحتاج مساعده، هذا اللي انا قلت ذوي الاحتياج الخاص. صح. فاكيد المساعده النفسيه، يعني الواحد المساعده النفسيه اهم شيء. اكيد يعني اكيد نساعد كل الفئات احنا. طيب احكينا شوية عن المركز التأهيلي اللي انتم مسؤولين عنه، يعني الخدمات الموجودة عندكم طبعا، شلون الناس يعني يتجهون لكم وتساعدوهم مثلا أكثر إذا توضحين؟ يعني أنا المركز مالتنا عبارة عن العيادات وقاعات للعلاج الطبيعي والتأهيل والهيدروثيرابي، وعندنا قسم خاص بالأطراف الصناعية. بالنسبة للمرضى كيف يتجهون لنا؟ يعني أول ما يجي المريض يستقبل الطبيب المختص في هذا المجال، ووراها يقيمه الهيد فيزيوثيرابي احنا نسميه الرئيس المعالجين، حتى نحدد درجة العلاج الطبيعي والخطة اللي هو يحتاجها، وراها يتجه المريض للقاعات، وورا ما يكمل الجلسات احنا نسمي الجلسة كل يعني بين كل 10 جلسات عندنا تقييم، حتى يعني نشوف المريض على الاستجابة مالته شلون، وهذا يعني ونتابع المريض. نتابع. اي نعم. جيد. انتم تسوون دورات توعية بالمركز مالتكم حتى المجموعة اللي مثلا هناك بالمركز يعرفون شلون يتعاملون ويا هذه الفئة؟ اكيد.
أكيد وسوينا دورات خاص بالأطفال. إحنا صراحة أنا شوية مركزة على الأطفال. لأن يعني هذه هم خطر ببالي سؤال إنه إحنا شلون نقدر نتعلم الفئة هذه بس الأطفال غير مثل ما تقولين أو غير عالم أكثر غير عالم وبي يعني الواحد يحس إنه في مستقبل. أصلا ما مفتهمين شنو الموضوع. أنتوا تعالوا عدة تعاملوا. خاصة أنا أستغل هذا الأيام يوم الطفل العالم يوم هذا نجمع الأبهات والأمهات نجمعهم ونحكي ونسولف وتبديل آراء ويعني نوصل الفكرة. طيب دكتورة يعني أكو شغلات مثلا مهمة بهذا الموضوع تشوفين أنه إحنا ما ذاكريها أو مسائل أشياء يعني تقدرين أنت بختام موضوعنا لهذا اليوم تذكرين بها المشاهدين ويعني من كل النواحي. أكو شيء أحب أذكر يعني أنه أوضح نقطة أنه فئة ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة مو بس إحنا نخدمهم ترى هم خدمونا هواية يعني عندنا أمثلة عليها اللي هو سوري بس هو من الزمن حتى الرصيف هذا المنحدر اللي دي يسووها بالشوارع اللي دي تشوفين من الأول هو سووها لجماعة الويلتشيرز اللي ما يقدر يعني اللي العربة بس وراها إحنا استفادينا الأمهات اللي دي يعبرون الشارع وياهم العربة والبيبي وجماعة السفر والجنط يعني أكو أشياء إحنا سويناها في سبيل خدمة هاي الفئة بس صراحة إحنا استفادينا وعدنا يعني مثلا جماعة ما يعرفون يكتبون فصمموا هذا السبيكر وتنكتب هذا كلها إلهم بس إحنا كمجتمع مستفيدين منهم فأتمنى الكل يعني ينظرون لهاي الفئة بسواسي يعني هم ليس أقل من عدنا بل أكثر بالعكس المتميزين موجودين بهم وكلنا نحاول سوى يعني ندفعهم الحياة أفضل وغير هذه يعني مثل ما قلتي هم أذكياء لدرجة أنه إحنا اللي نقدر نستفاد منهم أكيد يعني مو شرط أنه هم يعني العائلة اللي بيه معاق يعني خلاص هذا معذب من الله لا بالعكس بالعكس ممكن أنت تكون محظوظ وهذا الطفل طفلك يعني. مثل الإنسان العادي لما يتمرض ومثل المعاق يعني بمكانه ما يقدر يتحرك فأنت إيش راح تسأل خو ما راح تسهم لينا راح تساعدي وتكونين وياه لحد ما يرجع لطبيعته بالضبط هذه المجمع هم نفس الشيء يعني الواحد وخاصة المجتمع والأهل مثل ما قلتي يعني هذا نمبر يعني الخطوة الأولى الدفع هذا الخطوة الأولى جيد جدا دكتورة مهابات محمد نقشبندي مديرة مركز كردستان للتأهيل والعلاج الطبيعي شرفتينا كضيفة كريمة ويانا ثانك يو تسلمي أهلا وسهلا بك حبيبي.